تجاوزت 70 مليار ليرة سورية. هذا اليوم مشروع كهرباء 70 مليار. نحن تقصدنا أنه تكون بعيد العمال حتى نبارك لعمالنا بهذا الإنجاز الجديد على مستوى وزارة الكهرباء. هذا مشروع واحد في الكهرباء من مجموعة مشاريع يجري العمل على تنفيذها. لن يهدأ لنا بال حتى نعيد شبكة الكهرباء والقدرة التوليد وقدرة النقل والتوزيع إلى ما كانت عليه وأحسن قبل الحرب على سوريا.